تولي بخانم؟ عمر بيك قاعد بالصالون. طيب روحي اعملي لنا قهوة، أنا جاي. طيب أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، كنتي نايمة؟ مو نايمة، كنت عم ارتاح شوي مو أكتر. اسمعي تولي، أنت اسمع، بصراحة أنا بحاجة أبعد لفترة عن هذا المكان. اسمع، عندي فكرة حلوة إلي وإلك، وأنا خططت وزبطت لكل شيء. أنت بترتب جدول مواعيد عملياتك وأنا برتب برنامج المشغل، ومنطلع دغري على إسبانيا ومنقضي كم يوم ببرشلونة. لو سمحت عمر، لو سمحت بترجاك. توليب، برأيك كمان ما صار وقت إنه نحكي؟ طيب هي أنا وياك عم نحكي، عم قلك إنه خططت لمشوار نطلعه سوا. هي ما لها إجازة طويلة كتير، استراحة ناخد فيها نفس لأربع خمس أيام. يلا عمر وافق. أجلي هالحديث لبعدين، خلينا نحكي باليوم، بعتقد أهم. عمر أنا عن جد بلشت. توليب، أنت أكيد كنتي منتبهة لملامح وشك وأنت طالعة من المستشفى، ما هيك؟ شوفي فهميني، ليش عم تهربي كل هالقد من الحكي؟ أنا منيحة عمر، ما في لزوم لكل هذا الخوف. عن جد عم قلك عمر، يعني القصة وما فيها، إني متوترة شوي مشان أخي جهاد مو أكتر. يعني صح أنا بعترف إنه آخر نوبة خوفتني وما كنت متوقعتها. كيف يعني ما متوقعتيها؟ أنت شو قصدك تقول؟ بعتذر إنه شغلت خطيبة لصديقتك، كسرت قلب أخي العشقان بإيدي. ليكي توليب، أنا بصراحة كنت مفكرك إنك متقبلة عواطف أخوك جهاد تجاه جوري. تواجد مجد حوالين البيت عم بيضايقه كتير، وإنه يكون جهاد عصبي بسببه، برأيك هذا شيء مفاجئ؟ رجعنا لفينا ودرنا ورجعنا نحكي عن هديك البنت، بكفي.